السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في اللي انا عايز اسيرها مع حضراتكم، وهنبدا ننتقل على البنك ونبدا ايه نشتغل في الكلام دوت. طيب احنا دلوقتي هنبتدي بقى، اول ما جينا اهو على البنك عشان نشوف احنا هنعمل ايه. هشوف المقاسات معايا كام. طبعا هو دوت في الاساس موديل اخت بعتها على الواتس، عايزه تعرف كيفية تنفيذه، كيفية قصه، كيفية خياطته، تمام؟ فأنا بالفعل بالقدر إن أنا عندي نفس الحاجة مطلوبة لعميل، بس المقاسات مختلفة، المقاسات مختلفة، فعليها بقى إن هي تراعي الفرق دوت، عليها إن هي تراعي الفرق دوت، وممكن إيه نبقى نتواصل معاها على الواتس ونقول لها الفرق دوت هيبقى في إيه وفي إيه بالظبط. طب أنا المقاسات دلوقتي اللي أنا هنشتغل عليها كام؟ أول حاجة الطول معايا 96، تمام؟ والفارق معلش بقى نرجع لإيه؟ للفيديو بتاع المقاسات، عشان الكلام اللي أنا بقوله دوت أو المصطلحات اللي أنا بقولها تبقى إيه؟ حاجة معروفة قدام حضراتكم، أو حاجة تبقى إيه؟ ملموسة بالنسبة لحضراتكم، عشان ما نعيدش إيه الكلام وياخد مننا وقت. فأنا دلوقتي زي ما بقول الطول 96، الفارغ اللي هي تعتبر المنطقة اللي هي الفارغة ما بين الحوض لغاية تحت لغاية طول البنطلون نفسه. بعد كده وسع الفخذ، وسع الفخذ من أعلى نقطة فوق، تمام، 37. ولما نراجع المقاسات هنلاقي إن إحنا بناخد الثلاث مقاسات معانا للفخذ، بناخد أعلى الفخذ ومتوسط الفخذ والركبة، لكن الدبل ستريت دوت انا او الستريت يهمني مقاس واحد بس، هو مقاس الفخذ. مقاس الفخذ تمام، ومعايا محيط اكبر جزء 112، تمام، ومعايا وسع القمر نفسه 38. يبقى كام مقاس دلوقتي؟ الطول، الفارق، الفخذ، الارداف، القمر. دول من المقاسات الرئيسيه، خمس مقاسات للبنطلون معايا. ساعة ما اتكلمنا مع بعض في المقاسات وقلت لكم انا يكفيني ثلاث مقاسات للبنطلون، بس ابقى عارف هي عايزه البنطلون دوت الوسط بتاعه عالي ولا عادي ولا منخفض، تمام؟ فيكفيني ثلاث مقاسات، الطول وايه تاني؟ والكمر وايه تالت؟ الطول والكمر و الأرداف. تمام؟ فأنا بقول لحضراتكم يعني طب وهي دي مقاسات إيه؟ مقاسات الجيبة، الطول، القمر، الأرداف، دي مقاسات الجيبة. يعني مقاسات الجيبة ينفع أشتغل عليها بنطلون؟ أه ينفع أشتغل عليها بنطلون. هنبدأ نشوف الكلام دوت مع بعض. القماش خام أهو قدامي، أوري حضراتكم من بداية ما هشتغل فيه. من بداية ما هنشتغل فيه عشان نبدأ ايه نتعامل مع القماش مع بعض. القماش عرض 150، بنطلون زي كده يتطلب كام معايا؟ تتطلب متر ونص، يتطلب متر ونص. لكن بالنسبه للمقاسات اللي الاخت بعتها، لا مقاسات كبيره غير اللي معايا دي، فيتطلب منها مترين الا ربع، متر 75 سم. تمام، انا دلوقتي اهو القماش اهو عرض 150، وهبدا ايه؟ اطبق القماش معايا بالظبط كده اهو، كده بقى 75، واظبط البورسل. يعني ايه البورسل؟ البورسل هو الجانب دوت اللي هو فيه ايه؟ اللي بيبقى على نهايه القماش خالص، وتبص تلاقي فيه تخريم. طب التخريم ده بيبقى ايه؟ عشان بس نبقى عارفين، يعني لما اشوف حاجه ابقى عارف التخريم اللي في البورسل ده ايه؟ القماش دوت وهو بيبقى في النسيج، في مكان النسيج بتبقى طالعه شوك من تحت عشان تتشد عليها القماش، عشان يتشد عليها الخيوط بمعنى اصح اللي هي بتتمسك ايه القماش دوت. فدوت هو اللي بيديني التخريم ده، دي الشوك اللي شاده ايه؟ اللي شاده القماش، اللي شاده الخيوط دي عشان تتمسك مع بعضيها وتديني ايه؟ وتديني القماش ده. فده البورسل، جبت البورسلين اهم على بعض، البورسلين الجانبيين، وابدا اشتغل هنا اهوت. على فكره البنطلون بخلاف اي حاجه تانيه
الزياده برميها ناحيه ايدي اليمين. اما اي زياده تانية واحنا شغالين سواء جاكيت سواء عبايه سواء تونيك او ده او ده برمي الزياده ناحيه ايدي الايه؟ ايدي اليمين. لكن البنطلون برميها ناحيه ايدي الشمال. عشان بس ايه نبقى عارفين الزياده بتاعت البنطلون بحطها ناحيه ايدي ايه؟ الشمال. يعني انا ابدا من هنا ده القمر بتاعي ودي الرجلين. انا طبقت القماش كده كام قطعه؟ طبقت القماش كده كام قطعه؟ 4 قطع. استاذنكم اوقف المروحه عشان تطير القماش معايا. فانا دلوقتي عملت القماش على 4. طب يعني دوت العرض معايا ده كام؟ هنقسم ال 150 على 4 يديني 37.5. هو دوت الايه؟ عرض الجزئيه ديت معايا. تمام قوي. هنبدا بقى نجيب الدبابيس بتاعتنا ونظبط القماش بالظبط. انا هشتغل على ايه؟ هشتغل على 2 بس. انا دي الطبيعه بتاعتي في البنطلون ان انا بروح مطبقه 4 ارباع كده. بس انا اخاف ان انت مثلا او حضرتك او حضرتك عشان اول مره تقص ممكن تقص 4 مع بعض. انا وانا شغال عارف انا بعمل ايه، فمعلش يبقى انا هفرد كده وهشتغل على 2 بس. هشتغل على ايه؟ على 2 بس عشان يبقى كان حضرتك او حضرتك اللي ايه؟ اللي بتقصوا الحاجه دي. هجيب الدبابيس بتاعتي والمد ونبدا ايه؟ نشتغل مع بعض. انا هدبس كده ايه؟ قطعتين. هدبس كده قطعتين 2 بس. وبعد كده هبدا اجيب بقى ايه؟ الادوات بتاعتي المثلث. ماشي، اهم حاجه معايا المثلث ده اساسي في الشغل بتاعي. ليه؟ عشان دايما بزوي بيه القماش. طبعا الناس اللي متابعانا على طول فاهمه يعني ايه زاويه القماش، يعني اعمل زاويه قايمه. الناس الجداد اللي معانا ان شاء الله رب العالمين اللي بيتفرجوا علينا اصلا نرجو ان هم يشتركوا في القناه عشان اي حاجه جديده احنا نعملها تصلهم مباشره بعد تفعيل زر الايه؟ زر الجرس نفسه. ومش هوصيكم دايما ان احنا اصلا الدال على الخير كفاعله، المبدا الاساسي اللي احنا متفقين عليه على اساس ان انت توصل المعلومه دي لحد، فممكن اللي انت توصلها له يكون هو محتاجها اكتر منك انت. انا بالفعل دبست القماش معايا اهو وهبدا اطبق انزل المقاسات ديت على القماش اللي معايا. اول حاجه قلنا هنعمل ايه؟ هنزوي القماش بالمثلث كده واعمل ايه؟ اعمل الزاويه معايا. تمام؟ احط ايه؟ المثلث كده واحط زاويه قايمه اهي. المد انا هضغط عليه جامد عشان يبان قدام حضراتكم اهو. وابدا اروح ايه؟ واخد الطول معايا، واخد الطول معايا. طب نعمل حاجه ثانيه، نقول ان ده خط كده، ده القمر هيخش هنا، فخلاص اروح عامل عشان نمشي مع بعض واحده واحده، اروح عامل الخياطه اللي هي هتخش جوه القمر سنتي ونص اهو بعديه، سنتي ونص اهو بعديه، بعد ايه؟ بعد خياطه القمر، بعد حرف القمر نفسه. يبقى السنتي ونص دوت اللي انا بهشره دوت داخل جوه ايه؟ جوه القمر، فهو مش داخل معايا في الحسابات. تمام. انا الطول معايا كام؟ 96 سنتي. هروح نازل بال 96 اهو. واعمل زاويه قايمه برضو بالمثلث هنا اهو. نركز مع بعض. الخطوات محفوظه وسهله جدا ومفهومه. يعني الخطوات محفوظه ومفهومه في نفس الوقت. طيب ده كده الخط بتاع نهاية المقاس بتاعي، طب اللي أنت بتعمله ده إيه؟ التانية بتاعتي. التانية بتاعتي، لأن لازم البنطلون زي كده يبقى ليه تانية محترمة من تحت. يعني إيه محترمة؟ تانية كبيرة عشان تبقى ماسكة البنطلون نفسه ما يروحش ولا يجي بسهولة. تمام؟ فالتانية اللي أنا عاملها كام سنتي؟ عاملها 6 سنتي. تمام أوي كده. كده أنا حددت أول حاجة إيه؟ الأطوار. تاني حاجة رح جاي من تحت كده عامل الفارغ بتاعي اللي هو كان كام؟ اللي هو كان 71 سنتي. أهو 71 سنتي. أنا لو طرحت ال 96 من ال 71 هيديني 25، وديت إيه؟ طول الحجر بتاعي. وده طول الحجر بتاعي. هاجي أروح عامل هنا أهوت كده وأزوي القماش،
بس لاحظوا ان انا ما عملت يعني ما اتكتش على الماك قوي. ليه؟ لان دوت لو انا شغال بنطلون عادي، لكن انا دلوقتي هعمل ايه؟ هطول الحجر معايا على اساس الكلام اللي احنا قلناه في شرح الموديل نفسه. الكلام اللي احنا قلناه في شرح الموديل نفسه ان انا هعمل ايه؟ ان انا هطول الحجر، مش هاخده بالطول الطبيعي. تمام؟ فانا الطول عندي هنا هو 25، لا يبقى هاخده 28. زودت كام سنتي؟ 3 سنتي. عشان الحجر نفسه يبقى ساقط. عشان الحجر نفسه يبقى كام؟ يبقى ساقط. بدل 25 خدتها 28. تمام؟ وهبدا ايه؟ كده خلاص انا عرفت الحجر معايا. كده خلاص انا عرفت الحجر معايا. تمام قوي. طب انا دلوقتي عندي منطقه الارداف كام؟ 112. تمام. اول حاجه دلوقتي هروح جايب المسطره بتاعتي واروح عامل قبل اي كل حاجه اروح عامل دي طبعا المسطره الثانيه. انتوا عارفين المسطره الاولانيه ديت اللي احنا شرحنا المساطر قبل كده. الثانيه اللي انا بستخدمها في الجاكيت، بستخدمها في الكم، بستخدمها في البلوزه. اما ديت للبنطلون وايه؟ والجيبه. ليه؟ لان الانحناء دوت مش نفس الانحناء اللي هناك. الانحناء ده اقل من الانحناء الايه؟ اللي هناك. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ اول حاجه كان منطقه الارداف هنا بالايه؟ بالانحناء بتاعها اهو. اهو. كده. ونازل اهو بالمسطره. نازل بالايه؟ بالمسطره اسمها الريجر. وهاجي اروح جاي قارب المسطره من هنا ونازل بخط مستقيم. ونازل بخط مستقيم. ديت الريجه اللي احنا بنشتغل بيها. واروح مكمل بالمسطره الطويله لغايه تحت. لاحظ ان المساله ما فيهاش تكسيم. ما فيهاش تكسيم، التكسيم ان انا اروح داخل بقى وخارج وكلام زي كده، لكن كل اللي انا عملته خدت بالمسطره من فوق من اول نقطة القمر لغاية هنا كده وكملت بخط ايه؟ مستقيم على طول. تمام كده. ده كده انا حددت معايا ايه؟ خط الجمع. هاجي اروح شايف الارداف معايا كام؟ 112. نصها ربعها كام؟ 28. وهتبقى في خياطات هنا اهوت ثلاثة خياطة، سنتي ونص من هنا وسنتي ونص من هنا، يعني كام؟ يبقى ايه؟ 31. يبقى انا الحتة ديت عاملة معايا كام؟ 31 لغاية هنا. واروح جايب عمود كده من تحت أو من فوق. أوريه لحضراتكم، هروح طالع بعمود من الحجر يقطع إيه؟ القمر فوق أهو. تمام؟ أو أروح نازل بعمود من الجزء الفوقاني. كده. هو هو. اتقابلوا في النقطة دي. كده أنا حددت إيه؟ دي اسمها منطقة الصدر بتاع البنطلون. اسمها منطقة ايه؟ صدر البنطلون. اللي هي بتبقى بداية من منطقة البطن ومنطقة الأرداف إلى الفخذ. ماشي؟ ده صدر البنطلون، أما الباقي ده هو رجل الايه؟ البنطلون نفسها. خلي بالك إن القعدة ديت، القعدة دي اللي هي أصلاً هيبقى فيها الحجر نفسه، يجب إن هي ما تزيدش عندي، يعني هيبقى من كام؟ هتبقى من 4 لـ6 سم. الحته دي كده اللي هي اصلا انا بعمل من خلالها حجر البنطلون اللي فيه اللفه اللي هي في الحوض تحت كده. ماشي؟ وليها اسم تاني اسمها ايه؟ اسمها الكافالو. اسمها ايه؟ الكافالو. دوت اصلا بتبقى معروفه في الورش والمصانع والكلام دوت. ماشي؟ اسمها قصه الكافالو او حده الكافالو. ماشي؟ فهي ديت اللي انا بقولها لحضراتكم اللي هو يبقى الحجر معايا هنا. تمام كده؟ طيب انا معايا مقاس فخد، مقاس فخد كام؟ 37 سم صح؟ اروح جاي واخد ال 37 هنا. ادي ال 37 واقيس المسافه ديت هلاقيها معايا 5 سم، يبقى هي دخلت معايا في الحدود اللي احنا حددناها. وصل المثلث دوت، المثلث هيبقى ليه ايه؟ قاعده وليه ضلع. ادي قاعدة المثلث وادي ضلع المثلث، ده الوتر ماليش دعوة بيه. ماشي؟ واروح جاي مدور ايه؟ مدور الحردة دي اهي. ولو انا ممكن معايا الفرنش كيرف اللي انا شرحتها لحضراتكم قبل كده هنشتغل بيه. هنشتغل بيه ان هي تديني الحردة دي. كده انا معايا حردة الحجر بالظبط. معايا حردة الحجر بالظبط.
تمام كده. انا خلصت على فكره صدر البنطلون الامامي، تمام. طيب انا دلوقتي معايا الوسط من هنا ويجي يروح نازل لقدام كده، فبالتالي ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش مستقيم، لا بيبقى نازل بالميل بتاعه، بيبقى نازل بالميل بتاعه. فبالتالي هاجي من النقطه دي واروح نازل من هنا سنت ونص. الميل ده الميل الطبيعي لاي جسم، طبعا احنا متفقين مع بعض ان احنا ما فيش اختراع في التلبيس. التلبيس انا عندي جسم وبحط الحاجه دي عليه، الاختراع في الموديل، في تعديله، في ادخال حاجات عليه، الكلام ده، لكن التلبيس ده واحد. كده انا خلصت صدر البنطلون. انا عندي ديت 37، هاخد تحت زيها كام؟ هاخد تحت على الاقل 35 معايا. انا خدته كام هنا؟ خدت 34، تمام. وعلى فكره انت مخيره للوسع اللي حضرتك عايزاه، مخيره للوسع اللي حضرتك عايزاه، تمام. لو هو بنطلون عادي كل اللي هنعمله نفس المقاسات اللي انا عاملها دي بالظبط، بس انا ايه الحته اللي انا رافع اللي انا مطولها هنا اهوت في الحجر مش هتبقى موجوده معايا، لكن دوت ايه، بنطلون دبل ستريت حجر ساقط، ماشي، نسميه بنطلون ستريت حجر ساقط مش دبل ستريت، انا اسف. الدبل ستريت هتبقى الرجل معايا تحت ايه، مش اقل من 40 سم، فانا واخده ايه دوت ستريت، واروح جاي موصل بالمسطره بنفس الريجه كده، اوصل النقطتين دول ببعض اهو كده. لو المسطره ما طولتش معايا هكمل بالايه، بالمسطره الطويله كده. انا قصيت ايه، قصيت الحجر، قصيت الامامي كاملا كده، انا قصيت الامامي كاملا خلاص. هروح قاصص الكلام دوت ومطلعه ومفرغه اهو معايا اهو. وانا ماشي بالمقص الخط اللي انا رسمه باين قدامي. يعني ايه باين قدامي؟ موجود في الجزء اللي انا بقصه، يعني انا فوقيه بس موجود في الجزء اللي انا بقصه، مش بقص بعديه ولا قبليه، هو ماشي المقص في النص بالظبط بتاع الخط. فاذا كان الخط مثلا ليه سمك 2 مللي 3 مللي، فالمقص ماشي فين؟ في النص كده اهو. عايزين نركز مع بعض بقى في الخلفي. الامامي سهل جدا، الخلفي في البنطلون هو اللي ايه، هو اللي فيه تركات معينه عايزين ايه نظبطها مع بعض. كده الامامي اهو، الخلفي. بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغايه هنا على اساس ان الفيديو ما يطولش مننا ويبقى فيه تشعب في المساله نفسها، وهنكمل في الفيديو اللي جاي، هنكمل على المكان اللي احنا وقفنا فيه بالظبط ان شاء الله. يعني هربط لكم ما بين الاثنين وبعض، بس على اساس ايه، ان كم المعلومات اللي انت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضيها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء. فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بيكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه، زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدلع على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.